يلتقي وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اليوم نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، ويسعى فابيوس لإقناع موسكو بالموافقة على قرار ملزم يصدر عن المجلس الأمن، ويتضمن القرار ما تم الاتفاق عليه في جنيف بين روسيا والولايات المتحدة السبت الماضي بشأن إزالة الأسلحة الكيميائية السورية. كان فابيوس قد اعتبر أن تقرير الأمم المتحدة حول سوريا لا يدع مجالا للشك حول مصدر الهجوم الكيميائي، مؤكدا تورط النظام السوري في ذلك.